بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفنا فيها ناقد رياضي كبير، كاتب صحفي مميز، الأستاذ سامي عبد الفتاح، مدير تحرير جريدة المساء. أستاذ سامي، منورنا ومشرفنا، وأولا على المستوى الشخصي وحشني جدا، بقالي كتير ما قابلتكش. والله يا أستاذ محمد، أهلا بيك. أهلا بيك، منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي. تحت أمرك. أولا فرصة طيبة وجودك النهاردة معانا، لأنك قلمك قلم مميز، ليه آراء موضوعية، وفي الملف الإعلامي الرياضي تحديدا يعني قلما تجد قلم ليه رأي موضوعي في قضايا شائكة بتخص الكرة المصرية. أبدأ معاك، ما يحوط بالكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وما يعني مستجدات الكرة المصرية رايحة إلى فين، الدوري الموسم القادم، ما انتهت إليه المسابقة المحلية في الفترة الماضية، سنة ميلادية كاملة يمكن أقل بثلاثة أيام بس. بالظبط. رأيك إيه في الموضوعات دي كلها، وشايف الأحداث دي كلها إزاي؟ لا، إجمالا إحنا مرينا بالموسم الأسوأ يعني من سنوات طويلة جدا، خلال مشوار أنا شخصيا يعني تجاوز الأربعين عاما في النقد الرياضي، ما شفتش موسم بالسخافة دي، يعني ما مجهد ومرتبك ومضطرب وفي كل حاجة وحشة يعني. طبعا هو احلى حاجه فيه ان الاهلي فاز ببطوله الدوري في ختام الموسم، ودي مناسبه ان انا اتقدم بالتهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره بالبطوله. انما عايز اقول ان دي كانت مسابقه يعني عرجاء، يعني مسابقه هذا الموسم عرجاء فعلا يعني في كل حاجه، يعني اتحاد الكوره ما كانش على المستوى، لجنه المسابقات كانت مرتبكه جدا، كان في ضغوط فوق الاحتمال كمان، لازم نديهم العذر برضو شويه. انما طبعا في عناصر دخلت في كيان الكره المصريه ربكته شويه، مش خافيه على الناس يعني، فكل ده يعني خلانا فعلا في الموسم الأسوأ. انما المشهد كان مرتبك جدا، مرتبك جدا، وما انتش عارف بكره في ايه يعني بنقول الحمد لله ان الموسم انتهى وفي بطل، وهو بطل كالعاده يعني، انما كان كل يوم في ازمه، كل يوم في مشكله، وهتوصل لايه، ومكايده ومتبادله بين الناس كلها، والاعلام تاه في الحدوته دي يعني. الاعلام للاسف تاه في الدهاليز دي، ما بين مؤيد للقرار كذا او الفكر كذا او يعني. فطبعا يعني المساله عمرها ما كانت كده في الساحه الكرويه المصريه او في الرياضه المصريه بصفه عامه. في رؤيه كويسه، كان دايما في رؤيه كويسه، في يعني اصحاب اقلام ليهم تاثير ايجابي على الناس كلها. طبعا يعني دليل الرابكه اللي احنا كنا فيها ان يعني الحضور الجماهيري ما كانش موجود، يعني دي اكبر علامه سلبيه يعني. ما يعني انا طبعا سعيد جدا بتصريح السيد الرئيس امبارح ان يعني جمهورنا راجع، يعني دي باذن الله ان شاء الله، ودي يعني اهم حاجه يعني. فطبعا طول الموسم الطويل ده اللي حضرتك بتقول سنه كامله ميلاديه الجمهور مش موجود، يعني انا طبعا ما بعترفش بالبضعه مئات او بضعه الاف موجوده يعني، لا مش ده الجمهور المصري، مش ده الجمهور المصري. الجمهور المصري كان في كاس الامم الافريقيه، اللي يحب يشجع ويروح ويتواجد بشكل فردي، شكل عائلي، اصدقاء مع بعضيهم، ما فيش حدود الا يعني الضوابط اللي احنا تعودنا عليها، ان نشجع باخلاق كويسه، ويبقى في عقوبات لاي حد اللي بيخرج عن النص، اللي بيخرج عن النص. تمام. لازم من هو ايا كان يعني المساله مش محتاجه بقى يعني مجادله في هذه النقطه بالذات، يعني ايا كان اللي بيخرج عن النص، جمهور، مسؤول، لاعب، حكم، مدرب، لازم يبقى فيه محاسبه. كل ده كان مفتقد يعني، احنا كنا مفتقدينه في الموسم المنتهي يعني. طيب قبل الخوض في التفاصيل بقى المتعلقه بالمسابقه نفسها وفوز الاهلي بالدرع، هل الاعلام كان ليه دور ايجابي في السنه كلها في الموسم بالكامل، وهل كان ليه تاثير ايجابي ولا تاثير سلبي على المنظومه بشكل عام؟ كان التاثير كان تايه، ما كانش لا ايجابي ولا سلبي، يعني سلبي احيانا وايجابي احيانا، بس كان تايه في وسط في خضم الضغوط والارتباك اللي كان موجود. نسبي يعني على حسب يعني. لا يعني مش ممكن يكون الاعلام تاثيره مش ايجابي، لازم يبقى ايجابي،
لازم يبقى في يعني الناس تحس ان الاعلام ده هو يعني ده في اللي بيقدفوا بيه في 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 خضم الامواج. لا لكن الدنيا كانت تايهه شويه، لان طبعا انا لا اخفي يعني رايي الشخصي ان الاعلام والنقد الرياضي دخل فيه غير المتخصصين احيانا، يعني ده سبب مشكله، ودي بيسبب مشكله. يعني يعني اساتذتنا علمونا ان النقد الرياضي ده بعيد عن الاهواء وبعيد عن الميول، لا, لا لازم يكون في موضوعيه. مظبوط، عشان انت حامل امانه، يعني انت مش مدرب ولا انت حكم، انت زي الحكم على فكره. يعني النقد الرياضي ده زي الحكم، يكون عنده عدل شويه، موضوعيه كتير طبعا، وعدل كتير طبعا مش شويه اكيد. لا المساله تاهت شويه، فانا شايف التاثير. لا لازم احنا كمان نصحح مسارنا كنقاد رياضيين ومسؤولين عن القلم وعن الكتابه وعن الاعلام في على الشاشات، ان احنا لا نصلح انفسنا شويه وننتبه لوضع احنا عانينا منه. طب احنا بنقول الجمهور فين ومنتخبنا فين؟ يعني هو منتخب مصر ده اهتز ليه في كاس الامم الافريقيه؟ ما هو من نتاج الحاله العامه، كانت تراكمات من نتاج الحاله العامه. يعني ما هو جمهور لعيبه ما بتلعبش قدام جمهور بقى لها 5 سنين، تمام، جيل بحاله ما بيلعبش قدام جمهور، الاعلام ما كانش ليه تاثير حتى على رؤيه المنتخب وتجهيز المنتخب للبطوله، وما كانش ايجابي في ودوره فعال يعني في الحديث عن الترشيحات والاختيارات. منتخب مصر يتمرن في اخر الدنيا في برج العرب، طبعا دي يعني اما قريب من الجماهير بياخد جرعات ويحس ان الناس يعني مش هتسيبه، مش هتضغط عليه، لا مش هتسيبه، يعني باكنج له، مساندين له. فكل الكلام ده يعني انا شايفه ان هو احنا امور متراكمه على بعضها خلتنا مش في حاله كويسه، يعني سواء الموسم القروي الدوري والموسم المحلي او حتى المنتخب. والاعلام يعني لازم ينتبه لهذا ويعود لمسيرته الصحيحه ان شاء الله. وزملائي في كل مكان انا بنشدهم، يعني نخرج شويه عن الطيارات الخاصه والاهواء، لا نلتزم بواقعنا. واظن ان زملاء في يعني في كتير جدا مهتمين بهذه المساله. يعني طيب فوز الاهلي بالدر، حضرتك قلت عن جداره واستحقاق ووجهت التهنئه لكل المسؤولين عن النادي بهذا الفوز، لكن الفوز جاء بعد تعويض فارق 8 نقاط وانهى المسابقه وهو متقدم في المركز الاول بفارق 8 نقاط عن اقرب المنافسين. يعني طبعا يعني انا بقول بعيد تهنئه النادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب، وبقول لنادي الزمالك انت اديت موسم مميز جدا وكنت منافس قوي جدا، ويعني لولا يعني بعض يعني الهفوات في بعض المباريات ونقاط ضائعه البطوله ما كانتش بعيده عنك. فانما طبعا الاهلي كالعاده له اقدام راسخه جدا في المستطيل الاخضر، بيقدر يصنع البطولات، بيقدر يحل الغازها ويفك شفرتها مع مفاتيح الدوري. يعني دي بطوله، هو طبعا بطولة وافريقيا، يعني رغم ان هو طبعا حزنت جدا اللي خسرته في افريقيا، لان طبعا الاهلي لما بيمثلنا في كاس العالم للانديه دي قيمه كبيره جدا للكره المصريه. وانا يعني تصادف ان انا رحت معاه 4 مرات في كاس العالم للانديه، فطبعا عشت الاجواء فحاسس بيها، اجواء مختلفه خالص. انت في مونديال، في مونديال حقيقي، يعني صحيح هو انديه بس مونديال حقيقي، يعني اسم الاهلي كبير جدا بره، ده حقيقي، ده حقيقي. فطبعا يعني كون ان هو يعني حصلت له الهفوه دي او الكبوه، ما قلناش هفوه لانها كبوه فعلا في بطوله افريقيا، دي يجب ان يستيقظ ليها جدا. وبرضه هي نتاج برضه الحاله المرتبكه اللي كنا بنتكلم فيها في الاول. انتصار الاهلي بفوز وفوزه ببطوله الدوري طبيعي جدا وما فيهوش مش صدفه، يعني كون ان هو كان فارق اقل 8 او عدى ب 8، يعني نفتكر ان هو كان الموسم اللي فات عدى، يعني انهى البطوله بفارق قبل النهايه باربع اسابيع، قبل نهايه المسابقه باربع اسابيع، يعني ودي البطوله الرابعه على التوالي حقيقي، يعني رف البطولات شغال، يعني الحمد لله. فرف البطولات في بطوله الدوري يعني في الحته دي انا بقول الاهلي عنده
فك الشفره بتاعت بطوله مسابقه الدوري، يعني ما بيتهزش انه بعض الموسم طويل 34 يعني في الموز في الدور 34 مباراه بالظبط بيحصل فيهم كل حاجه يعني، وبتمر على مسابقات وبطولات اخرى وانت بتلعب الدوري على المنافسين ايضا. المهم ان انت تقف على رجلك ويبقى هدفك واضح وارادتك قويه جدا، دي ميزه لعيبه الاهلي. حتى يعني يعني اللي بيبقى حديثين على الفريق بيشعروا بده بسهوله، دي ميزه كبيره جدا وصفه موجوده على عند لعيبه الاهلي من زمن يعني، مش جديده يعني. اكيد. طيب تابعت حكمه الاداره في التعامل مع ملف الكوره على مدار الموسم ازاي يا استاذ سامي؟ والاعلام والصحافه اكيد ليها دور في ان هي بترصد التعامل الاداري مع ملف الكوره على مدار الموسم. ممكن تكون خسرت عربيا، خرجت افريقيا، لكن كان عندك بطوله محليه، ما ينفعش تطلع بدون ما تكون فايز ببطوله. انا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي على ثباته الانفعالي، وده حاجه نادره جدا في يعني في كل ادارات انديتنا يعني، ان تلاقي، لان كان كميه الضغوط على مجلس اداره النادي الاهلي بالذات يعني كانت ممنهجه ويعني وشكلها انا هخرجك من الاستفزاز ده، هدخلك في استفزاز تاني، هتعبك هنا وهتعبك هنا. كان في خطه ممنهجه لارهاق اداره النادي الاهلي، وده يعني اداره يعني كابتن الخطيب والمجلس اللي معاه يعني كانوا مدركين يعني، ده تصوري الشخصي يعني، انا ما اتكلمتش قريب من الواقع فاهمين ان ده ان انا عايز ابعدك عن جو البطوله وجو وارهقك في حاجات تانية. لا الحمد لله كان على وعي مجلس، على وعي بشكل كبير جدا، وهو على فكره شريك في البطوله. انا مجلس الاهلي انا بعتبره شريك في البطوله، هو طبيعي كشريك وشريك يعني زي ما هو شريك في المسؤول عن اخفاقات، مسؤول عن البطولات، هو شريك في هذه البطوله المميزه هذا الموسم بالذات، لانه كان عنده ثبات في قضايا كتير جدا او ازمات وحكمه في اداره هذه الملفات. اداره يعني في ادارتها ومواجهتها بالظبط وموضوعيه والتعامل بهدوء بالظبط كده يعني، كان في محاولات كثيره جدا لفرقه النادي الاهلي مش فرقه النادي الاهلي يخرج عن المسار. تمام، لكن في الاخر لا يعني كلنا كل هذه المجهودات يعني بنجاح والفوز بالدرع. وكان ليه؟ لان مجلس اداره الاهلي عنده ثقه في جماهيره، وعارف في ثقه متبادله، مش مهم يلتقوا كل يوم ولا النهارده يعني، كان يعني في السابق اللي نتمنى انه يعود يعني، المجلس الاداره او الموجودين في المدرجات مع الجماهير بيستشعروا الناس بتقول ايه. الحمد لله الصله دي موجوده رغم ان الجماهير ما كانتش موجوده. طيب بتبني على ده اكيد بشكل ايجابي للمرحله القادمه، والمرحلة القادمة مش بعد مثلا شهرين ثلاثة، لا ده انت خلصت 28/7 وعندك 10/8 الماتش الافريقي بالزبط. مع بطل جنوب السودان. في دعم حصل خلال الساعات الماضية، اداء لجنة التعاقدات في تدعيم الصفوف طبقا للرؤية الفنية من الجهاز الفني، تابعتها ازاي؟ واكيد برضه انا بتعمد كده وانا بتحدث عن كل هذه الموضوعات لانك صحفي كبير بالتاكيد، وبترصد بقى هذه الاحداث وهذه الموضوعات بنقاط معينة. انا رصدهم التدعيمات دي من بداية الموسم. يعني من بداية الموسم يعني، هو طبعا قصدك من يناير الماضي؟ من يناير الماضي يعني. حصل طبعا تدعيمات سريعة جدا مع قدوم مثل لاسارتي، وحصل تدعيمات للفرقة لأن كانت محتاجة يعني، مش معقولة فرقة كبيرة زي النادي الأهلي بتلعب في أفريقيا وبطولة، كانت في بطولة عربية في الوقت ده برضو، والدوري والكاس وبتاع، ويعني في عندها في الفترة اللي حصل ثغرات كثيره يعني. أكيد. برضو انا بتكلم كناقد رياضي يعني، او ناقد يعني ناقد، فان بصفتي كناقد انا شايف ان كان في ثغرات في عده مراكز في النادي الاهلي، فابتديت تسدها بتعاقد بعض الصفقات. حصل في يناير يعني معالجات، وكان وعشان انا عندي ثقه في الكابتن الخطيب وفاهم دماغه من زمان يعني، انه هو كراجل كروي رفيع المستوى مش هيفوت دي ومش هيفوت دي ومش هيفوت دي. فالتدعيمات اللي حصلت في الفتره الاخرانيه خاصه في الوسط والدفاع، بالتحديد يعني في الوسط والدفاع، كانت مهمه وكانت مقروءه من البدايه، انما هجيب مين بس، انا لازم
اجيب في الحته دي فلان او سين من الناس يعني من اللعيبه، والحته دي كانت مقروءه من بدري يعني. فانا شايف ان طبعا اداره الاهلي اصابت في كل تدعيماتها الصيفيه وميركاتو الصيفي في الوسط والدفاع بشكل خاص، حتى ندور على يعني عناصر هجوميه ما نلاقيش قوي. الحمد لله خط هجوم الاهلي في لعيبه كويسه، في كذا لعيب جوكر لعيبه كويسه، محتاجه الثقه اكثر شويه ان هي والشيء من التوفيق هنلاقيهم يفتحوا يعني، وده مع الوقت ومع المباريات لازم هيجي الجهاز الفني يعني. محتاجين الاهلي كان محتاج في الوسط والدفاع عناصر، طبعا حراسه المرمى يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله في عندنا يعتبر احسن حارس في افريقيا، احسن حارس ويعني وكابتن اكرامي ربنا يشفيه عائد ان شاء الله، فيعني ده شيء ممتاز. انا شايف ان الاهلي نجح في الماتش في سبق التدعيمات دي بدرجه كبيره جدا، وده لانه طبعا عنده بطولات كبيره جايه لازم ان هو يعني يكون في عنده فرقه او اتنين شغالين بنفس المستوى. الاهلي في الموسم الجاي مطمئن جدا باذن الله ان شاء الله. طيب البطوله الافريقيه القادمه يا استاذ سامي، هل تشعر انها تكون اصعب من البطوله الماضيه؟ الاهلي اصبح خلاص جاهز بنسبه كبيره لخوض هذه البطوله، كمان لما ايد في القائمه الافريقيه ايد 26 فادى مساحه لاربع لاعبين في يناير القادم، فبالتالي الاهلي بقى عنده جاهزيه كامله للموسم الافريقي، مش بتكلم على الموسم المحلي دلوقتي، بتكلم على الموسم الافريقي السنه الجايه ان شاء الله. اللي هيبدا مع يطلع بره. فدي قصه وحكايه كده لفريق بطل جنوب السودان. ان شاء الله يعني طبعا الاهلي لازم او لعيبه الاهلي لعيبه الفرقه نفسها تستشعر قد ايه حجم الاحباط اللي حصل في بالخروج من البطوله الماضيه امام سان داونز، بغض النظر عن النتيجه في نتائج كده يعني لها استثنائيه ما بتحصلش غير كل 100 سنه مره مثلا. دي بغض النظر عن النتيجه اللي هي الخمسه اللي حصلوا دول، لما طبعا هو في الاخر خروج حقيقي، مش ده الاهلي، لازم يحسوا يعني يحسوا اكثر من كده ان في احباط عالي جدا عند جماهير الاهلي، وجماهير الاهلي معتاده وبتحب هذه البطوله. لكن الفوز بالدوري ممكن يدي دوافع بقى للمرحله. طبعا يعني انت خلاص، بس كمان انا الدوري هو معايا من 4 سنين. انا فاهم، بس اقصد البطوله دي تحديدا كان ليها خصوصيه مع الجمهور، فبقى في فرحه عند جمهور الاهلي وعند اللعيبه والجهاز والناس كلها المسؤوله. بقدر الفرحه بالبطوله دي بقدر دافع. لازم يفهموا اللي حصل في بطوله افريقيا ده اهم، ان انت قد ايه انت يعني نجاحك هنا وفشلت هنا، لا طب احنا عايزين الفشل النجاح هنا كمان يحصل هنا كمان. انت جايزتك كبيره جدا ان انت يا لعيب يا كبير يا اللي ما رحتش هنا ولا هنا ولا هنا، هتروح مونديال الانديه، الجيل اللي راح مش موجود منه غير احمد فتحي الوقت واكرامي تقريبا وعاشور. كابتن عاشور طبعا مع احترامي له وكل تقدير لهذا النجم الكبير يعني. فطبعا يعني ممكن ربما نجيب يمكن نشارك يعني، دي جائزه كبيره جدا، انت مستني ايه؟ انت لازم تبذل جهد اكبر وتفهم قد ايه البطوله دي مهمه يعني. طبعا الى جانب طبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن لاسارت طبعا ومعاه يعني كابتن محمد يوسف هو صاحب بطوله افريقيه سابقه، فيعني مع التدعيمات الجديده مع البطوله الاستثنائيه اللي حضرتك بتقول عليها بطوله الدوري مع الاحباط اللي حصل في البطوله الافريقيه دي كلها عوامل تخليك تخش في البطوله الافريقيه القادمه بقوه شديده جدا من البدايه، ولازم تعبر عن نفسك من البدايه يعني، مش عشان هنقابل فريق مجهول او بسيط لا، لازم اقول الاهلي راجع بشكل مختلف هذا الموسم ونصحح الصوره الخاطئه اللي كان الخروج بيها في البطوله الماضيه اللي هي مع سان داونز. يعني يبدا بدايه قويه لازم يوجه فيها رسائل ان الاهلي السنه دي قادم للبطوله الافريقيه. لازم ونحس جماهير الاهلي تحس في المدرجات والاعلام يحس ان الفرقه دي مختلفه والاراده موجوده. علشان تقدر في الاول والاخر تواصل مسيرتك، لان طبعا اذا كنت انت هتقابل يعني محطات بسيطه في الاول التصنيف في البدايه مع الفرق لسه مش بالمستوى الاكبر، محطات صعبه جدا
يعني ونعلم ونحط علامه كده ان احنا كانت انتصارات بره الاهلي بره في الخارج كانت هي المفتاح للفوز بالبطوله الافريقيه قبل كده. ما هي كانت البطوله الماضيه قليله جدا والبطوله اللي قبلها كمان كانت قليله جدا. فدي لا دي احنا الكلام ده مش عايزينه. احنا نتذكر ان كل يعني انتصارات الاهلي الخارجيه كانت هي مفاتيحه في نحو الفوز بالنهائي بالبطوله. ده حقيقي. والتواجد القوي كمان في المونديال يعني يعني لان طبعا انت في الاول والاخر بيحصل حصاد. انت ايه النادي فرقه الاهلي دي ايه لما تروح المونديال ويتحسب لها الف حساب ولا هتتصنف ازاي؟ فيعني ده كله يعني ربما كلام يعني ضايق شويه. انا بقول اللي بيحصل يعني واقع اللي جاي كمان الدوافع المفروض اللي جايه. فيعني لاعب الاهلي النهارده عليه عبء كبير جدا في هذا الموسم، الحفاظ على بطوله الدوري والدخول بقوه في البطوله الافريقيه واستهداف البطوله. استهداف البطوله دي شيء مهم جدا وهتاخد جايزتك في الاخر. انت هتسجل ان انت بتلعب في المونديال وهتكون ساعتها عملت تاريخ. ما طبعا انت هتسجل. انا بقول لحضرتك ان هتسجل ان انت بتلعب في المونديال وشوف بقى الحاجات الكتيره اللي هتحصل. من سبقوك بالظبط كده. لا ان شاء الله لعيبه الاهلي يكون على قدر المسؤوليه واكيد عارفين ده وحاسين بده. ودور الجهاز الفني والكابتن سعد عبد الحفيظ تحديدا دي الدوافع اللي هيشتغلوا عليها ابتداء من بكره. يعني بكره ان شاء الله اول تمرين بعد الاجازه والاستعداد للبطوله الافريقيه هيبدا من بكره ان شاء الله. انا عايز اشيد بكابتن سعد عبد الحفيظ بالمناسبه يعني مش اشاده كمجامله، لكن هذا الرجل كابتن النادي الاهلي وعلى قدر كبير جدا من الوعي والفهم، وهو يعني موجود في مكان صعب لما هو قده وانا بحترمه جدا وبهنيه ببطوله الدوري وان شاء الله نهنيه ببطوله افريقيا ان شاء الله. تمام. الدوافع ان شاء الله الفتره الجايه هتكون افضل لان الناس كلها عايزه تحقق بطوله جديده. بطوله افريقيا يمكن ما دخلتش بلاد بطولات الاهلي، يمكن حتى عناويننا الصحفيه كانت دايما بتروح في فكره ان الاميره السمراء استعصيت على الاهلي في السنوات الاخيره والاهلي حاول كتير للفوز بالاميره الافريقيه. كانت دايما حتى العناوين الصحفيه رنانه كده وفي منشتاتها في مباريات النهائيه. لكن ان شاء الله السنه دي بقى تكون فيها احتفالات وفيها تتويجات ان شاء الله. انا متوقع ان ده هيحصل مع التدعيمات الجديده لان هي كانت ثغره يعني احنا مش يعني لازم نقول ان كان في ثغرات في فرقه النادي الاهلي يعني من الناحيه الفنيه. يعني كأي مدرب اي خبير مسؤول يقدر يقول كان ايه الثغرات دي كانت ايه يعني. انما طبعا والكابتن الخطيب فاهمها والمسؤولين الفنيين والكابتن سعد عبد الحفيظ فاهمها وبدليل النوعيه اللي حصلت في التدعيمات في الاخيره دي. هي بالظبط زي ما نكون يعني طبيب يوصف الدواء الصح. انا شايف ده اللي انا شايفه يعني اكيد. وان شاء الله يعني هنشوف فرقه الاهلي مختلفه كتير يعني ان شاء الله باذن الله. نعيد تجربه الفوز بالبطولات الافريقيه اللي بدات من 2005 لغايه 2013 2014 8 سنين الاهلي كان هو ليه السبق والرياده ودايما كان متواجد على منصه التتويج يمكن ما عدا سنه او اتنين. لكن 7-8 سنين شفنا فيها بطولات افريقيه، العالم كله كان بيتكلم عن عظمه الاهلي في افريقيا. بالظبط. وعلى فكره الفتره دي فتره انجازات ال 11 سنه دول مش بس عشان كانت مثلا مانويل جوزيه موجود، لا كان في لجنه كوره موجوده، كان في لجنه كوره وكان في لعيبه وكان في جمهور بالظبط، وكان في لعيبه كويسه فاهمه يعني ايه النادي الاهلي وبتلعب بمقداره وبروحه يعني يعني. فدي كانت مهمه جدا يعني. يعني انا افتكر اسم محمد يعني مونديال 2008 لا و6 اللي هو الاولاني خالص، هو 6 خدنا فيه البرونزيه ولا 2005 2005 لما مباراه مع الاتحاد جده السعودي اما خرجنا مع الاتحاد السعودي انا كنت هناك معاهم. يعني هم طبعا على فكره كانت فرقه الاهلي دي مميزه جدا في الموسم ده، ومع ذلك لما راحت هناك كسبت الخمس بطولات. لما راحت هناك في اليابان حصل هزه جوه الفرقه مش لان كانت اول مره وكانت الساعه البيولوجيه في اليابان بالزبط. وما كانش فيه استعداد انك تسافر قبلها باسبوع وده اللي تدركته في 2006. يعني هم يعني كانت قله الخبره في الحته دي ان هم يعني ايه مونديال يعني ايه كاس عالم للانديه دي ما كانتش الخبره دي ما كانتش موجوده عندهم خالص، بدليل ان الاتحاد السعودي فاز عليهم في مباراه. الاهلي كان يعني الافضل نسبيا بس يعني اللي كان مستوى الحزن بقى اللي حصل بعد كده في المطار مستوى فظيع يعني في المطار وبعد الماتش وبتاع ده كل ده
حسيت انا كنت معاهم ان البطوله الجايه دي هيعملوا حاجه وفعلا خدوا البرونز. المشهد اللي خلى البطوله اللي بعدها يكون هي حلقه تحدي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي لما نزلوا مطار القاهره، حضرتك كنت معاهم وشفت المشهد، الجمهور اللي راح المطار قال لهم انتوا ابطال افريقيا وانتوا واخدين الدوري والكاس والسوبر وافريقيا والسوبر الافريقي، انت خدت في السنه دي 5 من 5 ما خسرتش ولا ماتش وحتى في الدوري الدوري بلا هزيمه، كان موسم غير عادي موسم يعني. كان غير عادي موسم غير عادي. ففاكر المشهد يا استاذ سامي لما جيتوا المطار ساعتها والجمهور كان مستني الفريق في المطار بالظبط وانتقد يعني قد ما يعني طيبوا خاطرهم على قد ما انتقدوهم، وهم نفسهم ما كان يعني عارف زي الواحد بيجلد نفسه، هم في لعيبه دمعت وعيطت في المطار جدا لا وانا وفي طوكيو يعني في طوكيو نفسها يعني يعني خرجوا من البطوله مش مصدقين اللي حصل وقعدوا مع مستر مانويل والراجل انا المسؤول عن اللي حصل ده لان انا ما اديتهمش يعني قبلها باسبوع في اليابان لا ما اديتهمش الخطاب السليم ما عرفتهمش يعني هم رايحوا ابطال افريقيا لازم كانوا يحسوا ان هم رايحين معترك جديد عليهم ينتبهوا للمساله دي، هو يعني هو حمل نفسه القدر من المسؤوليه. فتم تداركها في 2006. خدوا عهد على نفسهم ان البطوله اللي جايه دي لازم ياخدوا الميدالية.
يعني يعني هو طبعا محاذير حضرتك بتقولها يا استاذ محمد، بس طبعا المدير التنفيذي بحكم اللائحه المعتمده من اللجنه، بس دي الخطوه اللي هتحصل بعد الجمعيه العموميه. ان المدير التنفيذي بيتولى المسؤوليه مع لجنه مؤقته لحل اجراء اقرب انتخابات في الجمعيه العموميه. طبعا ما فيش وقت لاجراء انتخابات، هو حتميا ان انت لازم تعمل انتخابات في بعد 3 شهور، بعد 90 يوم. بس هتعمل انتخابات لمده 8 شهور بس؟ ما ينفعش. مجلس يجي 8 شهور؟ ده اللي الاتصالات بتحصل عشانه. اللي تيجي لجنه تقعد 8 شهور. تقعد لاكتوبر 21. اللي بعد اولمبياد طوكيو. اللي بعد اولمبياد طوكيو. تمام. وبعد كده تعمل اكتوبر انتخابات. اكتوبر 20 عفوا، اكتوبر 20 مش 21. اكتوبر 2020. دي هتبقى اللجنه دي لازم المدير التنفيذي هو رئيسها، يعني ما يعني هو ده بحكم اللائحه، يعني الناس لازم تفهم كده مين سين من الناس جه عارف، وممكن يبقى فيه يعني العقول تستوعب الموقف الصعب اللي عايشه الكره المصريه واتحاد الكره المصري في الوقت الحالي، وان يعني تتجاوز مين ده ومش مين ده، لا ما ينفعش الكلام ده. انا جاي لمهمه، اصل دي الخطوه اللي هتحصل اول ما يتم طرح الاسماء اللي هتتشكل للجنه. اللي ما يقدرش على كده يعتذر. انا بختصر لك بس الطريق، لان انا اتكلمت مع كذا شخصيه وسالتها على الموضوع ده، وشخصيات اسمها دايما بيتردد. فكذا حد قال لي نفس المعنى. فدي الخطوه الثانيه اللي هتحصل، فاستباقا بس بقول لك رد الناس ممكن يكون في الاطار ده. طب ما ممكن برضو اللي حقيقي هم المفروض 5، اللجنه دي تبقى 5 عدد فردي، ممكن يبقى اللي حقيقي الاربعه اللي حقيقي مع المدير التنفيذي ما يبقوش متوافقين مع بعض كمان. دي قصه تانية بقى كمان. لا ما احنا عايزين لازم يبقوا متوافقين مع بعض. تمام. مقدرين ان في مسؤوليه في التوقيت ده. مسؤوليه. يعني دول ناس كوماندوس، يعني ناس جايه لمهمه خاصه إنقاذ جدا. انقاذ الكره المصريه في الظرف الصعب ده. وعندها امانه كبيره، يعني عندها امانه كبيره، يعني ما تبصش بقى للرتوش ولا الشكليات. عايز ترشح نفسك بعد كده وتخش رئيس اتحاد كوره. رشح نفسك. ادي ادي يعني ادي علامات كده ان انت تستحق هذا. فدي دي مهمه جدا، يعني عندك فرصه. يعني احنا انا شخصيا اتمنى ان اشوف وجوه جديده تماما في الجبلايه. يعني اتمنى ان اشوف وجوه جديده في الجبلايه، يعني وتقدم حاجه للكره المصريه، لان الرتابه اللي احنا عشناها حوالي سنوات طويله يعني والكيفيه اللي بيجي بيها البعض دي مساله شريكه في حاجه وبتوصلنا نفس النتيجه. يعني بتجيبنا لورا على طول. يعني احنا بنتاخر كتير، يعني احنا في حاجات كتير جدا ملفات ما بتتفتحش ليه؟ لان اللي مش عارفين يفتحوها اساسا، يعني اقل من هم يقدروا يفتحوها. يعني او يوصلوا فيها للنتيجه. يعني اتحاد الكره مش ممكن يديروا واحد واثنين وثلاثه بس في وسط مجلس مثلا اظن 11 فرد، يعني مش ممكن يعني. وبعدين الصور الوجوه هي الوجوه، فلازم يبقى الفكر هو متجمد وتقليدي جدا وما توصلش فيه لحاجه ايجابيه. فاتمنى ان احنا اللجنه دي تكون بدايه لصحوه كده جميله للكره المصريه. طب اللجنه دي اذا جت وتم التوافق مع الاتحاد الدولي في الموضوع ده، ايه الدور المنوط بيه اللجنه تقوم بيه الفتره الجايه؟ هل اختيار مدير فني فقط ولا في ملفات تانية؟ طبعا ملفات كثيره، تصحيح مسار مسابقه الدوري والمسابقات المصريه بصفه عامه اللي هي كانت مرتبكه طول الموسم، وضوح يعني متى الدوري يبدا، امتى وينتهي، امتى بشكل قاطع، ما فيش اي تاجيلات نهائيا. طبعا دي دور لجنه المسابقات تشكل لجان محترفه. ده ما انا عايز اقوله، دوري المحترفين الحقيقي اللي عمالين نطبل له بقى لنا سنوات وما بنوصلش في اي حاجه، حوالينا كل الدوريات شغاله بهذا الشكل. طيب كانت جدا احنا بنتكلم في الامور دي كلها، وراي فني هيفيدنا اكيد في الملفات ديت. معايا على الهاتف الكابتن علاء نبيل، طبعا نجم نادي المقاولين وكابتن منتخبنا السابق ومدرب منتخب مصر. كابتن علاء برحب بيك وفي ضيافه الاستاذ سامي عبد الفتاح مدير تحرير جريده المساء. اهلا استاذ محمد، ازيك؟ وسلام استاذ سامي الصحفي الجميل حبيبي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن علاء، وحشنا كتير. الله، لا يا استاذ جميل وبرنامج جميل الله يخليك، من الاحلام الجميله اللي بتتمتع بيها يعني. حقيقي علم موضوعي ودايما عنده كواليس وراجل يعني
ليه شأن كبير في الملف ده تحديدا في الكرة المصرية، وعارف كواليسها ودايما عارف الخبايا، الإيجابيات فين والسلبيات فين ونحلها إزاي. أكيد كابتن علاء، كنا بنتكلم في ملف مهم جدا مع الأستاذ سامي عبد الفتاح في مسألة المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني، وقلنا المعايير اللي ممكن يستند عليها عشان تختار المدير الفني. مدير فني وطني يمكن بنسبة كبيرة إن شاء الله التوجه الفترة القادمة يكون مدير فني وطني، بس الفكرة إيه هي المعايير بدون ذكر أسماء برضو، يعني الشخصيات اللي ممكن تختار المدير الفني هتكون مين مثلا؟ هل هيبقى في لجنة ولا مفيش لجنة؟ وجهة نظر حضرتك في الملف ده تحديدا، وبالتأكيد أنت ليك يعني باع في الملف ده لأنك اشتغلت في المنتخبات الوطنية واشتغلت تحديدا مع الكابتن محمود الجوهري، وعارف يعني كيف تعالج أزمة الكرة المصرية وأزمة المنتخبات الوطنية في الكرة المصرية. طبعا هو ملف، طبعا الرأي العام دلوقتي بيتكلم فيه هو ملف المدير الفني. يعني طبعا احنا هنتكلم في ملف المدير الفني، لكن ده انا عايز اتكلم فيه قبل كده كمان محمد الموضوع داخل اتحاد الكوره. يعني احنا عايزين ما يدير الكوره المصريه خلال الفتره اللي جايه، نبني البيت الاول ونوضب البيت الاول وبعدين نجيب المدير الفني، لان احنا دلوقتي المدير الفني ده عمليه مسكن. احنا عايزين يعني كل الناس بتقول الكوره فيها تفو جامد، فيها تروب كبير، فيها سلبيات كبيره، فيها احنا نجيب الاول ما يدير الكره المصريه وبعد كده نبقى نجيب مدير فني. ادي حاجه. حاجه ثانيه، المدير الفني الفتره اللي جايه لازم دلوقتي، مش هنقول اسماء زي ما حضرتك تفضلت بالظبط، لكن انا مقتنع تماما من خلال اللي انا شفته خلال الفتره اللي فاتت والاجيال اللي فاتت، وهو المدير الفني اللي جاي ده لازم يبقى ليه مواصفات، لازم يبقى ليه مواصفات، لازم اجيب الراجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن اسماء، بعيدا عن المجاملات، بعيدا عن كل حد. احنا كلنا لازم نقتنع ان هذا جيل مش بكفاءة الاجيال السابقة، مش هقول جيل ضعيف، لا، مش بكفاءة الاجيال السابقة. الاجيال السابقة كان فيها نجوم، بتخلص مباريات، بتخلص بطولات، عندها امكانيات كبيرة جدا. فمهما كان المدرب اللي معاها مثلا ذو كفاءة عالية قوي، لكن برضه اللعيبة كان عندها القدرة انها تعمل. احنا النهارده عايزين مدرب للناس الموجوده حاليا او الجيل الحالي، الناس بتعلم. احنا ناقصنا تعليم تكتيكي في الملعب. احنا في خلال امم افريقيا ما شفناش الفرقه مثلا بتبتدي هجمه من تحت، ما شفناش الحته الدفاعيه دافعوا ازاي تحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، او العكس من الناحيه الهجوميه للناحيه الدفاعيه. في حاجات كتير قوي عايزين واحد يعلم اللعيبه دي ازاي تنفذ هذا الكلام، لان احنا فرقه كبيره، احنا مش فرقه صغيره، مصر دي فرقه كبيره. فاحنا لازم ندور على واحد عنده قدره اللي هو يعرف يعلم اللعيبه دي. يعني احنا لو شلنا اربع خمس لعيبه من اللي لعبوا في بطوله امم افريقيا بعد كده، لا يعني كل لعيبه واحد. فاحنا عايزين واحد يجي نديله فرصته. لازم الاختيارات تبقى في لجنه في الاتحاد، تعالى انت خدت فلان وفلان وفلان، ليه؟ اقنعتهم؟ ما اقنعتهمش، لازم عندهم درايه ان احنا النهارده لعبنا امم افريقيا من غير بدلاء. يعني حقيقة. ما كانش عندنا ما حدش كان بيناقش اختيارات يعني المدير الفني اجيري. ايوه ما حدش ناقش، ما حدش قال انت بتعمل ايه؟ راجل خد 23 لعيب قعد نضرب كف على كف، طب ده لو حصل له حاجه مين هيلعب مكانه؟ طب لو ده فلان حصل له حاجه مين هيلعب مكانه؟ ما فيش. فدي كانت مشكلة كبيرة. اللجنة تيجي تعالى بتحط السبورة كده قدامك الملعب، المكان ده فيه اتنين، المكان ده فيه كام، المكان فيه كام، ده لو حصل حاجة ممكن تحصل، عشان نكمل لازم نشوف السلبيات ونعالجها. لكن المدير الفني اللي جاي طبعا أنا متأكد المدربين مصر كلهم بيتصارعوا عشان يبقوا متواجدين في هذا شرف قيادة المنتخب، حاجة كبيرة يا كابتن علاء فعلا. انا يعني طبعا، لكن طبعا لازم الاختيارات نراعي فيها ضميرنا تماما، لازم نعرف اللي جاي ده. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، اللي جاي مظلوم. مظلوم ليه؟ اللي جاي مظلوم ليه؟ انا يعني انا الله يكون في عونه، اللي هو جاي في توقيت صعب جدا للكره المصريه، صعب جدا اللي جاي ده تطلع منه طموح اي مدرب. بس كابتن علاء، بس عنده بالعكس ده عنده مساحه وقت يشتغل فيها كويس جدا، والتصفيات الافريقيه المؤهله للكان في الكاميرون المجموعه مستواها مش قوي، فيقدر يلعب ماتشات كتير مع فرق حتى مباريات رسميه، يقدر يكون فيها فكر بشكل كويس مع المنتخب قبل ما يخش على تصفيات كاس العالم. ياخد
لازم ياخد الصلاحيات للمدير الفني الاجنبي اللي بنجيبه. تمام. المدير الفني اللي بيجيبه يمين يمين شمال شمال، حاضر يا فندم اعمل سوي نعمل حاضر مسافر حاضر نعمل تمرين حاضر. لا، عشان ما تبقاش التجربه دي مع كابتن جوهر، عارف يعني ايه مدرب مصر بيمسك منتخب مصر. يجي يقول لهم انا عايز مثلا اربع ماتشات وديه، ليه اربع ماتشات وديه هم ماتشين؟ لا، احنا كل يوم ولازم لجنه المسابقات تعمل مساحه كل شهر لتجمع المنتخب. خمس ايام تعمل ماتش ودي، تعمل ماتش مع احد الانديه الكبيره، تشوف اللعيبه تعلمهم تعرفهم يعني ايه ولاء منتخب مصر. لكن انت تقعد بالثلاث اربع شهور وتيجي تتجمعهم اسبوع تخش بيهم، انسى الموضوع ده، مش مع اللعيبه بتاعت اليومين دول. تمام. اذا كابتن علاء، حضرتك شايف في البدايه اولا اداره هي اللي تبقى موجوده في البدايه، وبعد كده تختار المدير الفني، والمدير الفني يكون له مواصفات ابرزها ان يكون ذو شخصيه، راجل اشتغل بشكل جيد مع منتخبات او فرق قبل كده وعارف ازاي يقدر يشكل منتخب قوي، صح كده؟ صح، مفروض ايوه بيعرف يعلم. بس كل فكره يعرف يعلم دي عنده فكر تكتيكي، بس يعني عايز مثلا بيعرف يهاجم ازاي، يعرف يبتدي الهجمه من ورا ازاي، ده يتحرك كده وده يتحرك كذا وده ينزل مكان ده لما يتحرك لقدام. هو ده قصدي، يعني واحد تكتيكيا عالي، عنده فكر وعنده اداره الفريق بشكل جيد. ايوه. وعايز ازودك حاجه هنا كمان برضه، الاداره اللي تيجي معلش لازم يبقى فيهم عنصرين، عنصر اداري فني. يعني ايه اداري فني؟ عنده قدره على القياده، وعنده قدره على اتخاذ القرار، وعنده فني، عارف يعني ايه كلمه تدريب، عارف يعني ايه فرقه، عارف يعني ايه منتخب محتاج الوقت المناسب اللي هو يتجمع فيه، عايز عارف يعني ايه مدير فني لما يخش يقول له انا عايز الحاجه الفنيه، يبقى عارف فعلا ان الراجل ده بيتكلم صح. تمام. لكن هتجيب واحد يدرجي بس ما عندوش فكره عن الفنيات هيقول لك هو ده اللي موجود. الفني فعلا ممكن يجي يقول لك لكن ما اعرفش القرار. فلابد من اللي جاي عنده القوه الاداريه والقوه الفنيه في نفس الوقت. الاداره يكون مزيج من الاثنين، كذا شخصيه اداريه وكذا شخصيه فنيه، عشان في الاخر تقدر تدير وتقدر تختار بشكل جيد جدا. تعمل اتحاد قوي. تمام. اخر سؤال كابتن علاء، وبرضه معلش بدون ذكر اسامي، بالمواصفات اللي حضرتك قلتها في فكره اختيار المدير الفني، تتوفر هذه المواصفات في كم مدرب وطني ممكن يقود المنتخب لو انت بترشح او بتختار؟ كم واحد؟ ثلاثة. صغيرين في السن ولا كبار وخدوا تجارب كبيره؟ كده انا معرفتي بس. لا بدون اسامي، بس الفكره اللي جايه في ناس جديده صغيره في السن ولا لا نفس الاسامي الكبيره اللي اشتغلت؟ متوسطه السن. شباب كويس. تمام. يوم بالمهمه دي اكيد. ويا ريت يا ريت يا استاذ محمد، يا ريت نبعد عن الانتماءات. ما فيش لجنه جت تنتمي للنادي الفلاني يبقى نجيب المدرب الفلاني من الجهه دي، او لجنه تيجي من النادي الفلاني، عايزين مش عايزين انتماءات، عايزين مدرب صح يصلح لمنتخب مصر. عارف يا كابتن علاء، اخر حاجه بنختم بيها كلامنا مع حضرتك، يمكن جمله سياره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، الجمله الاخيره في ختام حواره في جزئيه المدرب، قال جمله مهمه جدا جدا جدا، وقال ده في اي عمل، مش في اختيار مدرب، لا ده في اي عمل ممكن تقوم بيه انت حتى على المستوى الشخصي. الانتقاء الجيد، التجرد من الانتماءات، العمل والفكر بجديه، في الاخر النتيجه هتكون ناجحه. قال كذا عنصر، ودي جمله مهمه جدا 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 طبعا، يعني لازم ناخدها دستور في الفتره الجايه حتى بالنسبه لنا كلنا. ابعد عن الانتماءات، ابعد عن الانتماءات. علاء نبيل اشتغل مع الجوهري، هو في نادي المقاولين العرب، كان دلاع لدين محمود الجوهري. مش شرط يبقى من نادي الزمالك او من نادي الاهلي او من نادي الفلاني، راجل عارف يعني ايه امكانيات هذا الرجل، يعرف يشتغل، يعرف صح. عشان كده انا بقول لك لابد ان نبعد عن الانتماءات، واللي يجي يبقى حابب المكان وعايز يعمل حاجه لبلده. اكيد ان شاء الله. لما نقعد ننتقد المنتخبات فرصه جاتك، تعالى اشتغل من قلبك لبلدك. اكيد باذن الله. كابتن علاء نبيل، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، مداخله قيمه، بشكرك عليها جدا، وكل التوفيق ليك يا رب الفتره الجايه. واضحه جدا، قويه، مؤثر على اللاعبين، يقدر يوصل لهم، يعني هو قال يعلمهم، يعني انا متفق مع الجمله دي لان ده منتخب برضه، يعني انا بقول يعلمهم، لا يفهمهم اكثر. انه في اللاعب المحلي غير الدولي، يعني ان ازاي يبقى لعيب كبير ودولي ويقدر يتعامل مع منتخبات، لان ممكن يبقى مبدع جدا في الملعب وفي في المحليات في المسابقه المحليه، يروح المنتخب ما نلاقيهوش، يعني
او تشكيله فرقته المحليه تختلف عن التوليفه اللي في المنتخب يعني. فيعني لازم يكون قادر على انه يندمج ويطور نفسه بسرعه في وقت قصير، لانه الفتره اللي بيتجمع فيها المنتخب ايام بالظبط غالبا بتبقى يعني لو زادت قوي اسبوع كل شهرين او كل شهر، لو زادت قوي يعني اسبوع بيلعب فيها ماتش او ماتشين بكتيره، وبيبقى عند المدرب مجموعه كبيره جدا عايز يشوف دول وعايز يشوف دول. فيعني لو في خلال المعسكر ده بياخد له شوط بيبقى كويس. فيعني لازم يكون عنده هو المدرب المدير الفني يكون يقدر مش يعلمه، يكون يفهمه ازاي يكون خلاق في الملعب. يعني يفيد الفرقه ويفيد نفسه في لحظات، يعني في لحظات هو علاقه المدرب منتخب مع اللعيب علاقة قصيرة شوية، مش زي لا مدرب زي مدرب النادي، مش زي مدرب النادي. التعليم دي مسؤولية مدرب النادي، لأنه هو بيتعامل مع مراحل سنية مختلفة، ممكن لعيب جديد، لعيب قديم، لعيب متوسط، فيعني بالتالي بيدي جرعات مختلفة لكل لاعب. اللعيب مدرب المنتخب مضطر يدي الجرعة نفسها لكل اللاعبين، فلازم يكون لعيب المنتخب فعلا لعيب قادر على الاعطاء الدولي، مختلف عن اللاعب المحلي، وبانه يقدر يكون مدرب في حد ذاته يعني. دي اللي ممكن يعلمها له ازاي ان انت تبقى خلاق في الملعب يعني. تمام. يعني دي نقطه مهمه جدا. بس طبعا انا متفق مع كابتن علاء ان الاداره هي الاساس، المنتظره هي دي اساس الاصلاح اللي احنا منتظرينه، لان هي كمان اللي هتختار وهي شايفه المعايير وعندها رؤيه فنيه في الملعب، تقدر شايفه مين اللي يصلح. وعندها مهام ثقيله جدا. طيب من ضمن المهام الثقيله، هل الفكره في تعديل اللوائح المسابقات وشؤون اللاعبين وضبط العمل الاداري داخل الاتحاد طبعاً. ولا كمان في جزئيه ثانيه اهم، تعديل لائحه النظام الاساسي بحيث ان اللائحه تتعمل بشكل عملي وعلمي قبل انتخابات جديده لمجلس الاداره؟ طبعا دي نقطه ودي نقطه. يعني لائحه النظام الاساسي طبعا هي موجوده، نسخه منها موجوده في الاتحاد الدولي. تمام. وبيتعامل مع الاتحاد المصري كاتحاد وطني على اساس هذه اللائحه. تمام. فما بنقول له احنا في مثلا يعني بنقول له ان في لجنه هتستمر لاكتوبر 20، ها؟ يقول لا دي انت مخالفه للائحه اللي انتم بعتها لي. فلازم يحصل يعني تعديل للحته دي، ان يكون دايما الانتخابات حتى لو حصل استقالات جمعيه يكون مش لاقرب جمعيه عموميه ولكن نهاية الدورة الأولمبية الجاية. يعني لو لسه باقي سنة أو سنتين. دي تعديلة. دي نقطة يعني محتاجة نقف عندها شوية يعني. لو المسؤولين في الجمعية العمومية اتحاد الكورة ويقدروا هم اللي يقوموا بالدور ده ويبلغوا. اللوائح بقى الداخلية، المنظمة للمسابقات والمنظمة شؤون اللاعبين، لا محتاجة مليانة ثغرات ومليانة بلاوي سوداء يعني. محتاجة إن يكون لا نبص فيها كويس وتكون متطابقة مع لوائح الفيفا، لان عشان ما يحصلش فيها اي ثغرات، لان ما يحصلش مثلا القيد النهارده فتره كذا والقيد السنه الموسم الجاي شكله كذا. اللي حصل ده كله محتاجين ان احنا نظبطه، محتاجين ان احنا نظبطه من بدري ونلتزم بيه. هو بيتظبط يا استاذ سامي، انا اسف للمقاطعه. هو بيتظبط. وبترسل اصلا الاتحاد الدولي قبلها بسنه ميعاد فتح القيد للموسم الجديد السنه الجايه. بالظبط. بس انت ما بتلتزمش بيه. بالظبط. وده حصل في القيد يعني، حصل في ازمه القيد الاخيره. بالظبط. انت قبلها بسنه اصلا اخترت الاتحاد الدولي ان هفتح تيم اس وكذا. نقطه الالتزام دي في اللائحه لازم تلزمني انا كمان ان انا انفذ. ان هو ما بينهيش المسابقه في ميعادها. يعني كلها ترقبات حتى ما التفش حواليها. وبعدين بتحصل حاجات يعني، بتحصل حاجات غريبه يعني. مش هنسى ان في مثلا عبد الله السعيد فتح له اتحاد الكره الساعه بالليل يوم جمعه. لا ما فيش كلام يعني. الحاجات دي مقدسه ونكون دستور يعني، لازم يبقى كل الامور واضحه جدا للكل، وما فيش بقى مجال للاجتهاد مني او منك او يصير من الناس في نقطه معينه. لا الامور واضحه. دي اتمنى شخصيا انه نوصل ليها يعني ان شاء الله. اكيد. طيب اتكلمنا عن ملف النادي الاهلي والبطوله الافريقيه، ملف المنتخب والكره المصريه. الجزء الاخير متوقع من الحلقه، ملف برضه مهم جدا، ورغم ان طبعا يعني الكره المصريه بعيده عن هذا الملف، لكن مهم جدا متابعته ودراسته
لانه بيدينا يعني ضوء كده للفتره الجايه في البطولات الافريقيه وازاي الامور بتدار داخل المسابقات الافريقيه. ملف مباراه الترجي والوداد محكمه الرياضيه الدوليه الغت قرار المكتب التنفيذي لعدم الاختصاص واحاله الملف من جديد للاتحاد الافريقي كاف لكي يرسله للجهات المختصه او اللجان المختصه لكي تتخذ فيه قرار. طبعا هو طبعا الخبر ده طلع امبارح وهو في لبس شويه. هو الغى قرار لانه خرج من غير جهه اختصاص، ودي نقطه على فكره ترجعنا ان احنا بنتكلم في اللوائح وبتاع، لازم نكون مصحصحين شويه ونعمل لوائح صح عشان ما نخسرش كتير. تمام. اللي حصل ان طبعا بعد مشكله مباراه الوداد والترجي وان ما كانش فيه والحكم الغى المباراه لعدم خروج لاعيبه الوداد، ان صاحب القرار بتتويج باعاده المباراه كانت اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي، وده مش من حقها، ده حق اللجنه التاديبيه ولجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي اللي بتبحث ملابسات الموضوع الاول وتاخد العقوبه وترفعه للجنه التنفيذيه. فهي مساله اجراءات، يعني المحامين الشاطرين يقول لك اتقطع في الاجراءات، بس الاجراءات دي ضيعت شهرين. ضيعت شهرين يعني طبعا، يعني قرارك في المكتب التنفيذي في باريس كان 5/6، هم كانوا مستعجلين جدا عشان يحسموا بتوع الموقف عشان المونديال اللي جاي، مونديال الانديه اللي جاي، ويسموا البطل او اذا كان هيحاولوا يعيدوا المباراه. فطبعا الوقت مش يعني تسرعت اللجنه التنفيذيه برضو تدل على ان في ضعف في فهم اللوائح في الكاف نفسه، الاتحاد الافريقي نفسه يعني. فالنهارده الكاس اللي هو المحكمه الرياضيه الدوليه اعادت القضيه كلها، ملف القضيه من نقطه صفر، نقطه صفر في اللجنه الانضباط واللجنه التاديبيه. هي قالت يعني حاله الملف للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي يديه لجهه الاختصاص. جهه الاختصاص محدش عارف لغايه اللحظه دي هي جهه الاختصاص، هي لجنه الانضباط والتاديبيه. لجنه الانضباط في تصريحات رامون دهاك قال لك انا لغايه اللحظه دي ما جاليش الملف ومحدش عرض عليا الملف، ودايما في تضارب في الاقتصاد ما بيني وبين لجنه المسابقات. يعني الاتحاد الافريقي طبعا حصل فيه دوشه كبيره جدا، مش واضح دور اللجان مع بعضها، ويعني تم تنصيب فاطمه سموره بدات من النهارده، من اول اغسطس، من اول اغسطس اللي احنا فيه ده، مسؤوليه المدير الامين العام او يعني المدير التنفيذي للاتحاد، يعني هي دلوقتي اصبح كل قرارها ماشي على رئيس الاتحاد الافريقي، كل الملفات الماليه والاداريه هي بتتابعها وبتدرسها بس. يعني هتصحح المسار ده، المفروض مطالبه هي لمده 6 شهور. نتمنى الاتحاد الافريقي يصحصح لنفسه هو والاخر كمان وما يتحلش زي الاتحاد المصري او المسائل يعني. تمام. استاذ سامي عبد الفتاح الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بالمساء ومدير تحرير المساء، بشكرك شكرا جزيلا وبشكرك على كل هذه الاراء التحليليه والموضوعيه الممتازه. انا بشكرك على الحلقه الجميله يعني. العفو، الشرف لينا يا استاذ سامي، شكرا جزيلا ليك. فقره كانت مهمه جدا مع ناقد رياضي كبير، كاتب صحفي ومدير تحرير جريده المساء الاستاذ سامي عبد الفتاح. يعني إن كان كنا نسمع الآراء والقلم الموضوعي في هذا الشأن، الكرة المصرية فيها ملفات كتيرة جدا، لكن يهمنا في الفترة الجاية إن شاء الله النادي الأهلي يعود من جديد إلى بريقه الإفريقي للاستعداد للبطولة الإفريقية، سيبدأ من الغد، غدا إن شاء الله أول تدريب للنادي الأهلي بعد نهاية الموسم المحلي، وتدريب الغد هو بداية المشوار الإفريقي للبطولة الإفريقية القادمة اللي هتنطلق إن شاء الله أدوارها التمهيدية 9 10 11 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة بطل جنوب السودان. دايما النادي الأهلي أكسير السعادة، دايما النادي الأهلي وصانع السعادة والفرحة للشعب المصري. شكرا، ونلتقي على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من الأهلي الليلة.